يشهد نقل مجلس الوزراء انعقد اليوم وتم تأجيل البحث بموضوع سلسلة الرتب والرواتب لنهار الخميس، وبالتوازي كان في اعتصام لهيئة التنسيق النقابية اللي جددت الدعوة للإضراب يوم الأربعاء ويوم الخميس. ومن ميلة تانية، موظفين الضمان رح يمرقوا نهار الأربعاء معاملات الاستشفاء، وأساتذة المدارس الخاصة أعلنوا تعليق الإضراب. تاني خبر هو عن جريمة بشعة راحت ضحيتها أحلام بلي بمخيم برج البراجمي.